أعرب مجلس النواب عن دعمه الكامل للقوات المسلحة والشرطة الباسلة في حربهم على الإرهاب والقضاء عليه وتطهير ربوع الوطن منه. وفي كلمة له أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، أكد أننا أمام إرهاب أسود وجهول يستبيح سفك الدماء لإجهاض كل قيمة شريفة في الوطن، وإرهاب لا دين له ولا وطن ومناهض للحياة. فجعنا جميعا بالأمس بنبأ استشهاد عدد من رجال قواتنا المسلحة الذين أحبطوا محاولة هجوم إرهابي فاشلة قامت بها بعض العناصر التكفيرية على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء. ويؤكد مجلس النواب أننا أمام إرهاب أسود جهول يستبيح سفك الدماء لإجهاض كل قيمة شريفة، إرهاب لا دين له ولا وطن، مناهض للحياة، ولن يفلت المجرمون الضالون بفعلتهم. فأبطال الجيش والشرطة قد أقسم كل منهم على افتداء الوطن بدمائهم الزكية، وهم عند قسمهم أوفياء ولهم بالمرصاد حتى اقتلاع جذورهم من أرض مصر الطيبة. ويعرب مجلس النواب عن دعمه الكامل لقواته المسلحة وشرطته الباسلة في حربهم على الإرهاب والقضاء عليه وتطهير ربوع الوطن منه. حمى الله شعب مصر ووقاه من كل سوء، ورحم الله شهداء الوطن وأسكنهم فسيح جناته.